الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نصينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. وعقول جرنا كتابك عم تتحكام كأها شيخ أبو بلابيا كتاب عصوب كتابه الحج أيو بلابيا حج كنا سادة سعطان الشيخ أبو بلابيا باب المواقيت ميقات كأما قفك حج أم عمر دوني ماشي لدوني إنه إحرامك وكب لابو وأن أي بناني إنه ماشي سجدبو إلا أسو إحرام المهني صدرت أيو شيخ المواقيت أبو بلابي لكن حج وقرنا إسان وحكم دي هي أركان إسلامك ونبقى عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شن تتير إسلام كل قول يسوي حكم ده حج البيت ما نستطاع إليه سبيلا أصدق وكدوين هي إن أركان تكلا محيا لا أصدق وحلو حري وعبادة ذكرية أباهن مال يو عبادة أباهن وعبادة بدنية مالية يو وحلي لها قولية نواته عبادة سيدة أركان إسلامك مركي توحيد كلا قريبا أقول لقول واقعية وركن كوبادة إقامة الصلاة أيدي مال أباهن محيو باهنتا كلية إن الصلاة أبويس فعل أباهنتا يقول فعل يقول كلية أباهنتا وفعاشاس وركوع يسجود قفك إنه أوده إنه كقولي كرأ وحيابه أذكارتي كسو أرورتي إن صلاة زكذا أمو باهنا إذن ومال كلية وإذا وحكا لما باهنا مال كلية وأمو باهنا فعل كلا مال كلا دون ساب قارو إنه تكبحي سنة كسا سنة كسو وريغو ان حدكي او زكاده كواجبه سدو غارنه زكا يا كواجبتي او رغنا واسغنا او مالك كلي قسيوي سونكا اسغا مالنا وما باهنا اصلا وا فعل كلي او قفكه انو عنده كسوم ان امساك عن المفطرات وحيابها ددك او سونكو جبيه انو او كسوم او كقبصومو من طلوع الفجر الى غروب الشمس لكن حدكه وحوي اسغا فعلك او باهنه مالك او باهنه زيد زكاده كلوي عيل قفكه حدك اذايه وانو مال هاستا ويوبا هي عافمات قطر الصحية قف بينو عافمات قباء ويوبا هي هي إنو هيري كارو إن زادك إراحي لذو مالك وان شاقنك وحاس أيها شرضو أول ذلك من إن 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 إلهي سبحانه وتعالى رحمته إن مؤمنين تأما دومديس إنو حريصانا أصاق وحلو حري صلاة دو إذا كميلك أغدع عيسمالا زكاذها تادما يريد ولا قربا لكن كانوا حالي يري ما داما مال يفعل بوبا هي هو لو صف راي حجك ومشقه وبهيه وحليل لم من استطاع إليه سبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل لنك أبوه هذه أدخفك أنت بضندتك أركانت إسلامك ويفليان وحواي أدخف حركة سومي كرا وشهادك وابكو ومسلم يكون إقصو قلنبا وسومي كرا صلاة وتكون ولي الصلاة كمتغين صوم ولي كمتغين أن هذا مال هذا مالك حكو حريا أنه ليه أنه هدو فقيري ما مال زكا لك ما مرهبضو أنا دو فقير إيه نمال هاست زكاة وبحجري أن حجك وأقوصو هارمارك حجك أن حال اللي هي أصلاً واتير إسلامك ولذلك قفك مسلم كي أبوده إنه كانت إسلامك لما يسترو إله لقل مقيامه بري أصول الله شانتي ركني أي واجب سيد إله أنه واجب سيد مسلم وانسوف لي وانسو توحيدك وانسو قاتي وصالة وانسو تكذي صومك وانسو صومي زكذي وانسو بحيي أما فقيرة آيسة كما ببحين كرين وانسو حجين الله وافي عنتها ومهم لكن إنك أوذين كورن سيد زكذي وكالون نقضمك حجك ولذلك علماء التاسع كانت من استدع إليه سبيل إن لسو قلافه حجك واجب مياه دقدق قف قصتمرك ومالك هالهورين وكحجي مياه مسديب أو ليه كرا وحكا أنت محايا لي استدعى له حراسة وأنا عبادة إلهي سبحانه وتعالى أدي مضاف أيضا واجب كوي هاي أيضا نحلوه نبقى عليه السلام والسلام منك حجية من حج فلم يرفض ولم يفسق رجعك يوم ولدت أمه وعبادة دين بقدن كادق يسوي ولذلك شروطها اللي حكم إذا مالك حلال إن لو حجيه محايا لي حديث نبقى عليه السلام والسلام مال أصوت دعضي إلا مال سبريت كوكا أنت إيو مال مالها استعداف كوصوت دعضي قناع سيبان إيو داو بين عاد قد يكسو حجسي يو ان ان وحيابها مسلمين لو دعو اما عم تدع على جناحه جرتو حد كاس الله مقبره وحديث النبي عليه الصلاه والسلام نو شيغي نك حاجي امركو راحيلده او لوقت سارو او يره لبيك اللهم لبيك مركو يره هدو مالكي حلال يحي وحل لي لبيك وسعديك للي ملائكه دايس ولا اجيب حجك انت وفرين لبيك تي لك اقبلها منك كلا كنك مالك حرام يا لا لبيك ولا لسعديك اللي وحلق أقبل ما لواس أذيك اللي صوت لبتوتو صوت ضوافتو لبسو مري لكن وحلق ما أقبل ولذلك إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة إلهي ولذلك حجينا يوحى لنا مركزة ما الحلال لك حجية سيد حجك إنه سبحانه وتعالى
وأقبل حق مال كان ليس دافسي جالك حجين مرك الله مال كي ليس دافسي جالك حجين كلي ما هني تلا قاتل مال كا أو حلا حلاش اللي لك حجي لك حلاش حارات العنق كرو وأكسي درنت هذا عم تد مال الوجير هك حجين الحج كا ورقم الإسلام كا كثير كيسا قبولين كي الوجير فما بالك إن ترى مرك جورجي يكون مرصوفة أمد مية السينة حارات مركز إن لو قفوا هذا محي الإله سبحانه وتعالى لا حارات صدقنا كا مقبلة حجنا كا مقبلة حارنا صد عظي مال حارنا عنت هذا دعم تدنا الماء يسيس النار تيجي بقلا يعني الماء المعاصي نقنا عذية صلاة عاجز كقرا عباداتك محي حارات كل كل جسم نبط في الحرامي فالنار أولى به والنبي عليه الصلاة والسلام جرك استولو كبعيو ولو قوذي حرام وحي النار تودك تكتو مرك النار نار تجرك إنك إلى لسيد أيك أولي سن إنك تراهج حجك ليهم وهذا يعني مرك أنت أسوأ مال مالك والحديدة هنا وح شريعة إن لو لقتوه وح مالك وح حارة تميكر الشريعة وما نوقف قصته وح اسكره واسكم حارة ميكر وما نحلال نكره مالك أنا سيدي يسوي حلال يحرام كله غضابة مالك سيدي أصل كيسة حلال يحرام حكومة سوق سوق الكسب يسوي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى حقوق حسابة يا سوق سوق المالك لكن أصل كيسة هر حرام ضوها وحبك أجر ورع وهداك قلت كيس مثل هذا ده كان يرب جوه ما العيرة عيرة قاتان عيرتن ولا يقان اللوتري يقمار يقمر لا كينا لكن أي محدد دولة سياسي قياني صار لا في كوميونتي إنه فرط مال كم يعلنين إنه مال فرط ودولة الغداء مال كم دعين كاسة حارانة محيلا ذي كوسو سو كوسو كوسو قالي أيو مالك حاران كنا قنا يا أي ما أسر كيس ما أسر كيس نكسر ما شو كينا صار وقف سنة هذا مركب مالك حلالك حواء عن طريق الكسب يكون غلا مالك عن طريق الكسب سوق سوق قال مهدي مكو سوق قال وكوبنا حلال وكويه مش قيسة ليز قال مي حلال وكويه ان ما صد على حرام وي وحما اصلا مقيان ماكو كانت ما صبريد ماكو كانت اسباب تو سوق قال الحرام حلال كنقضى مركي ليس كحرام تمي وح كستنا معها ولا تقولوا لما تصف ارسلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام الهي اسكم وعول الهي وحان حلال شريعه حرام حرام هدين حلال هدين marka dadkii laga xaraanta ku dagdagan wax kasta xaraan iska dhaaran xaraan isdahay baab warac ma baab warac baab kaas adu xaraanta meena wax dhaaf karta wixii idu xaraan aheyn wixii shaki ka kala ka tagtaa ma yuriibki ama la yuriibki nassu sto waad waxa marka in la isku qaldama aridas marka xadku wuxuu kamid yahay waxyaaba asaasiyadka madam lili yiri qofka xaji oo aan rafis aan galin oo aan fasqi ku dhicin oo aan doodin waxa leeyahay hooyadiisa u dhasho amal soo laabanaya taas arilana marka xadki wuxuu leeyahay arkaan u leeyahay أركان يوحو لي هاي وحجك وأساسه أركان توحوا تيرك وكتاعين يقول يوحو لي واجبات ولي هاي السنة النوالية مرك تاس أيا لك لا صار يا شيخة وحكوش يا أساسك وحواء قفك إن 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 ورب حج أم عمره إنه هذا النبي عليه الصلاة والسلام مال بوحدي ماشاس أيا قفك حجك وقبل أبناء عمره قفك ماشاس ما تعرفي كرو أسوء إحرام ودين ملابسك إحرام كله حجك وحكم ذي ان وحيابها اركانتي لبس الاحكام كم درك احرام الا لبست مركز دمرك نو درا لو لو حددي رغن درا لو شيغي دمرك وخبا لو وخبا لو بني وحن ولا غريب رغن وخبا لا غريب وخبا لو بني وحصلنا كبران دونا كتاب كان مركم ميقات كان كبلا بينا باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه نعم ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلم يم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن أراد الحج أو العمرة فمن كان ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حيث أهل مكة من مكة هل كان وحوش شيء مش من ربقفك حج هذا يوب حج أم عمرني يستي ملبو حددي او كونيال او مكة لغسو غلايو كونياشا مكة وحساب جيسيهيد ولي ماشاس كونهاس نينك مرايو او مكة وصعضبا هادو حج يعمر ربو وحا قصب قوائن وعلابت درك إحرامك ووطا وماشاس نكن ييستا ويراهو لبيك اللهم عمر أمنا لبيك ما حج هادو حج وصعضو هالكاس انو كن ييستا هادو هالكاس اصوغو درك حرنين ملابست وصوغ دافو انو كن ييسنين في دي وحما امان دون وكهد لدونا مركب ماله وهل كان اللي شيء جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقسوا حديث كان سيء أبي سلا كرال النقضي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلنا بدقنا حديث كركي ساعتين وقت وحو وقتي أما حد ذي لأهل المدينة هر مدينة وحو حد ذي ننك مدينة كإيمانها أو الرب إنه عمر يسأم حج
إنه كب الله بحرامك ذا الحليفة ماشي ذا الحليفة الله النبي أساك حرم هذا ماشي مدينك إلا النبي مدينك صو حرم هذا عليه سلامة والسلام ولأهل الشام إنك إن عشامك إيمانا هنا الجحفة ماشي الجحفة الله إنك صو حرم هذا سلام ولأهل نجد إن ذاتك هير نجد وجد إن عسك إيمانا قل المنازل معنا نجد إن عذن قرن المنازل من الله إنك صو حرامتان ولأهل اليمن يلم يم يتك يمن يوحي إن عسك حقة يمن ولين عسك إيمان يمن حق هذا أما لين يع أو كإيمان أي شام نكست ماله اللي حدد ما شاس أيه وحواليه وحول إلى النبي عليه الصلاة هن لهن ذاتك هير مقاله ونكاس دكان رير شام رير مدينة إيه رير نجد إيه رير يمن ما لها أي كسو حرمان إيه ولا من أتى عليهن إن نك طريقة سكوي ما لا سكن ومن غير أهلهن ذاتك أقول المحيي القف على غيابة ورير مدينة إنه كي ما دين عشام هذو شام كي ما ذو أسنى وحواء إنه دين عس وحدحف إنه كسو معناه مرها يعني مدينة كل شهر مدينة أي مدينة إحرام كي ما هذو مكة كسو قلا دين عشام دحف إنه كسو إحرام ضوي ولمن أتى عليهن نك وذا سكوي ما ذو وخر وحربها هذا وحرب حج عمره ماشى سأصنع وح إحرام أيو إحرام كقاضنا يا ولي مرك هل كامرك وحرك يسا توقيت كان أولي هاي ومتفق وعلماء ذن وسقوا فقسين وحقلها فكتاج نما لها إن ما لها سلاجسوا إحرام ذو لكن مسألة ذا نك أو صو ضعف أو صو إحرام أن صو إحرام من ما لها سلحد ذي أن كصو إحرام من إنه دي كواجبه وحلا جربه في دي لجربه أحاديث كلا شيء تنبع عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس أصلاً مرفوع وموقوف وقيمت من ترك نسكاً فعليه دم النبي عليه الصلاة والسلام نك كتقول نسكتا أنت أشجعنا مناسك الحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام عويل خذوا عني مناسككم النبي قال خاضنا يا أصلاً نوش يا أصلاً نبروح لي أنا قات أما فعل كي يقول تيسلا ما قول كي يوحى إله قات النبي عليه الصلاة والسلام حليف أصلاً قيمت لكن تروح نوش يا شام مشيك شام مشيك سوق لايا وروح نوش يا اليمن مشيك سوق لايا ما مركي حجر باي عمربا ماشي إحرامك إنك بالله ما نرى بقى يلا شيء قال كان ماشي زين إله في كريم إحرام الآن مركان إنك كتغنى دم يلا جرها بقى حديث كاس مركا إن وأنا ما ندونا تفسير شيء إن شاء الله مركا ذو الحليفة وحليري وماله ودر مكة أبعد حوالي مواقيت من مكة ذو الحليفة مركا في المدينة ذو الحليفة هذا دت كان أنت بدل المدينة يكون دجان كبعد عمرك أسنة ذو الحليفة مرة وأردت أفر ساعد وشان ساعد الله صعنا ماشي يقول هروا ميلها ميلها كلا كلو مركي لفيري أبعد وي ذو الحليفة ولذلك حليرها وحجر تاليل 10 إلى 9 مراحل سقال إيو ولذلك مرحلة ذا نقول شيء عند الفقه مركك وأركت مرحلة مرحلة ذا وحواء ووحل وقياس مسافة ذاتك هراء عرفت يكون حساب جرين وي يكون حساب جرين مقدار كذا والله باتن أفر ميل وي لا تأفر هلك مرحلة لا تأفر ميل وي مركا أتأفر ميل وحقوله فتاة مركا إن مدينة دليل 9 ميل ولي 9 مراحل ودليل لا سجالة كله فنيسة نعم إن مركي مسافة الله كيلومتر هذا الوحصة وسديت سجال كيلومتر وهالكمرحلة إن سديت سجال كيلومتر ساس على وقياسة مركا إذا نقوله فادي سدح مرحلة الله هاد نعم أما سجال مرحلة الله هاد عند الجمهور كمركا وحكوليهين ذو الحليفة وماش أول رواي معي 10 مراحل ونعم وأنا ما دونتا حديثك ومرحلة لها كهلا يا سجال نعم ولذلك سيدو كلا الجحفة وحالير أيضاً سميت بذلك لأن السيل كان أجحفها جحفة على قوم عابي دات كامري جراليري مركي وجحفتها ولذلك أيضا جحفة مكة ديرة مكة 3 مراحل وايد في مكة جذو حليفة ودير جحفة يوم مكة وعيد تقول جراها 3 مراحل مركي مرحلة وحالير هلك مرحلة وسديت إيساقال كيلومتر تقولوا في مركة سدها قولوا نعم سيدو كلا ان قرن المنازل ايضا وحلي هي ان هل كان وللي هي ان ذو الحليفه ابار علي وليدها نعم ابار علي والله دتك عيله لك قدنا ذو الحليفه والله ابار علي والله نعم طيب ان هن لهن واشغن عيد كاستو ماشي اسمرت ايا وحللي هي ان ولذلك مسألة ذا مراحيش بعد فوق هذا المركب في رصيد واسكوا قلافان عند الحنفي ذوك على أي هذا ميل إيو وحسب كل حسابه وحلوه 3 مراحل وحوالي أنت سدح مال موصل لقلوق سعنكر سدح مال موضي كقياسين مرحلتين يومين وي 3 مراحل وسدح مال ميل لقلوقين أي سدح مال ميل لقلوقين أي 3 مراحل مركب هالك مرحلة وهال مال ميل سعنكر مرحلة وحين غير مركب هالمال وعلى سعنكر مركب كيلومتر بملا مركب أنت يقفك إنه لقبه
ميلو هبين وصوحدي كلا تقايو هدي تهي هل ما نو كامل وصعنايو وعلى لي هاي وحاول قف كاس مرحلة يقوي هدي سدح مرحلة ده سدح مال من غير عند العناف نعم زين عابدين سو شيء وشيء كتاب الله. طيب حديث كامرك وحو عدي لمن من أراد الحج والعمرة نك حج عمر الرب إنه هالكاس قصوا عنهن اللي هن ولمن أتى عليهن وحو كل شيء حديث ك ونو شيء نبي عليه الصلاة والسلام هالكام كل شيء جاء وحو لي هاي آخر حديث ك فمن أراد الحج والعمرة نك حج عمر الرب ما أركان كحد وحكب حي نك حج عمر الربين ما كان مدين واسك قال كريا ما كان واسك قال كرا شق وقال كرا جناس وقال كرا بيزنس وقال من غير إحرام لا نسق قال كاس لكن نك حج عمر الرب على هذا يا نعم ومن كان دون ذلك نك أو كسر لو مرك ما يشاس كسر سكوير ميقات كاس أنش ولا شيء عضوبة كسر سكوير وأنت أسو مرحلة أنش نك نك مدينه كسر سكوير دول حليف كذا شيء دقيا من مكوده ودقيا مثلا من مكوده ودقيا سيد بدر وخلي ودقيا بدول حليف حق كدر تاكاس كاس وكلام مرك نك كسر سكوير حليف فمن حيث أنش أمش وجوه كان أكني سنة كاس ما عاد عي حدود دي لحد ذي أيوة جودها كسر قال أو مكو أزود وارد مرك ما يشاس أيوة كأن ذا حتى أهل مكة من مكة ونبي عليه دتك مكانه ما بحيان دتك مكة ما بحيان مكة يجوا جوجان أيك عمر سنة أيك حجنا يعني ولذلك وحلت خلافي أنت حج كخلاف كم تأكله هذا دتك يعني يوروب كت أيوة أفريقيا كيمان أيوة مكة سيجوا جوجان مثلا إنك تمتع سمايو تمتع سمي عمره قطين لكوس كذي مكة أسك جوجا حج كما أنت سديت ترويد أيوة لك اللي بسنا مكة هوتيل وجوك اللي بسنا كاس مكة وين لكن بعض الفقهاء وحيصفها استان مسألة ذا عمر ذا نكي أو أهل أو مكة جو مال مو أو ربع يعني مثلا من با جناس أو قال مكة بس نس أو قالي أما قراب السلام أنضض أو تري مركو مكة تجو حسري تلو إن ما أسك ما أسك عمري ستي إلى مركو سو قالي مرك إحرام كم وذنين زيارو سو قالي هادو حسري مركو ما أسك عمري ستي كاس أهل مكة معها في حالة الحج وحليه كاس مكا مكا جوكتي إنكستو مدة إلى أفر مال مهجوجي وحبا أي لوش شرديو حدنا وحليه حديث كان أهل مكة دي لك حساب مكوك حرام على لي تركيز مش قال مو بان إنه وتنعيمك وتجو وكبح قارئ لين مكة تنعيمك أقوله أقرب ميقاتك وضدك مكة يكبح عن كاسوي أما عمر ذا وحليه هو إنه كبح مكة ما دام قد قرب سلام ومن بس نطق قالوا حلي عمره ما ارتاح حتى ما انشاء سميس حتى ما اني يسنا عمري سالني كذا عمركم مجرم حتى ارت انا عمري سومها وحتى التنعيم كتب اللي كبح وحلوا صدر الاسلام ركعوا الفقهاء العلماء عائشه رضي الله عنها حديثك عائشه وتنعيم كاس لو شرعيه لفتيسا عائشه مركي تير النبي عليه الصلاه والسلام ذاتك ان عمري حج لان قناه اني ما الى حيث كو دعيد واسمي ويس حجي عمره ان عمره وا كبرتي مركا ان حتى دتك عمري حج الى نقنايا مركي تغان مدينه كنقا اني حج كلي سان قلت مركاس و خوي نبي عليه الصلاه والسلام اللي عايش اهل مكه ما هي مدينه كتمدايد و خوي يري ولالكيد و خوي عطران تنعيم كجي مركي دتك اهل مكه لان هي او ان شاء ربا اني مكه يجو جو اي سميان عمري اني يستن يجب عليهم الخروج الى تنعيم سيدي عايش لو امر له يرتنعيم كتكتم عايش ماشي جوك كمدين كاحرام النبي محمد عليه الصلاه والسلام ولذلك عمره دي حجك ساسا لو كلا فرقيه دد بدن اسكو خلدو عمره دي حجك اني تكون مد يجيني وقبا ما هو كلا وكلا دوين حجك عمره مساله مركي انا عفقه لو لا نعم لمن اتى عليهن الحج مرك حديث كان كلا وبعض الفقهاء فمن اراد الحج والعمره لو قيدن اوليري نينك حج عمره ربا ميلها اكسو احمرانناي وحماشي مفهوم كلا فهمي حجك انه واجب هنا فوري انه هنا لا فهمه ما حدا waxaa lagu fahmaa leeyin waxaa ninka amr xaj arabin waxa la iska galo lagu waajib in asag marka waxa degdeg haddii gudo qasabay kuu tahay hadii la dhilay waxa aan fowriga laga fahmaa qofka soo umri xaj u soo meeshas ma gali karo dilay ilaahay marka ma gali karo dilay ilaahay waxa la fahmaa xajki in horta ku guto oo fowriga degdeg ka badaw oo jiso oo galo marka laakin hadda waxa la leeyahay taraaqi inuu yahay meeshas ay ka fahmeen anta shaafiicii gheer kooda naam hadis marka kaas ayuu cadeeyay marka ahlul makkah waxaan iri yahramuna minha makkah heerdadka makkah jooga ay meel u baxay male markii xaj ay joogto meeshaas ay ka xarmanayaan maxsuus bil ihram bil hajj ali an wa shagnay faman ahmar bin ahmar fimuna yahram min adna al hal ninka ahlul makkah oo rab inuu umra aad laftigiisa waxa leey adna hal kamaysh ugu dhaw oo taaniim ka aad
عمرده وكد وانتهي حشكه قوله قبل علماء ذي قبطوان شغلنا نعم ندك حتى أهله مكان عمره مركي رمى بحياة ميقات تمعين كي تلا وصون خرايا كبعد عمر معركة تمعين كي تلا عمره ذو جودنا سيد حشك وقال يقول جور جود جو نركي حنكم كشناية نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحلي من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرن قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل اليمن من يلم يم حديث كورو أتكين يكن عبد الله بن عمر أسنى سوري كيو عبد الله بن عباس وها كان عبد الله بن عمر أيا سوري وحلي هي نبقى أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى نبقى حديث كورو ساعتين يهل وحوك إلى يهل معناه لبيكت وكبلابا يا معنا لبيك الله عمرة أم لبيك حج إلى لك حوي وتكبير توي لكن او بصوت مرتفع ان قرلو قاد وخير اهل المدينه وحي كحرامنا يليهي او هلالك اي تلبكت كبلا بيان امي كحرمان احرامنا يان اهل المدينه من ذي الحليفه من حذيفه مش الله هاي وابر وان سو شكنا انه وحنا والي رهن شني ان ابر علي نعم واهل الشام اهل الشام من جحفه الجحفه جحف صيدكي ماشي ماشي زي قادنا واهل النجد من قرن قرن المنازل وقال وحوري الراوي ابن عمر عبد الله بن عمر وبلغني وحيسو قارتي معنا مش يقين انه ابن عباس يكسو قارتي من حي عديس ابن عباس اساس شيء وعليه ويهل اهل اليمن من يلا اصي انا كمور انه ينبغ عليه لكن وحكم مقلي يسو قارتي مع حديث ابن عباس وكم مقلي ابن عباس اساس يلي اهل اليمن يلم يلم ما شاء الله هايو ايك احرام منايم حديث كامركا كي هو رؤت كينيا كليه شيخ وحقال لمركا باب من يلبس المحرم المحرم من الثي من الثياب نينك محرم كاو درك احرام كحرتي دركو خيرنا يا لا هاد لا يا مر مركستو اسك خيره كرا احرام كاد وحنا لا شيغ وحا كو اه ميشو كبلابنا لو سو شيغ ميشو كبلابنا او اي افر تاس ميل ام شن تاس ميل ان سو شيغ ناي ايو كبلابنا دحن وون هير هبل ددك مغالاسك ايمان اي عيد كاستو وداس كو تيمادو حتى مغالاسه او دلانين ميشاس نينك ترست كو حتى ميشاس ددكاس لو حددي ايو كسو احرامنيا حدن حي مر دركا لا هاد لا يا مر إحرامك وحاشر ده أحضر درنا القرط درك سيدي سنة نوح لي هاي محرمات ولي محرماتك أو حجك مركي درك لقاد لايو أما محرماتك حجك ده مركي لقاد لايو وحالي لها قارنة وحي قاس كويهين دو مركا قارنة وحي كويهين رقا قارنة مشتري كويهين لابا رقا دو مربو حاراني كيهين هدو بإحرام أو حرتبا كو وحي أبا رقا قاس كوي وان حدا حديثك أو كشاكي وحديثك أنه نوشي قدونا واقع لغة طولا إن لكشتا عمام إن مدح لغة دوبتا كوفي إن لكشتا إن قف أما كوبا كوية أما كوبا أن قدال كفرنين اللي حرتا وحد أن رقي كحرام كيين إحرام وقاس للرجال الله قارن قاس للنساء ويو وحوي إيغا وحا لركي رواني حرن كران قبلها أولا مرهين إيغا إن مدح وادبول كران تنتوض عورو ومدح وادبول آيان إن وحا و ولوي عوروه واسكارشي وحبي قشن كران لوي ودبولايا سروال اي واحد لر تولاني قشن ايان قبلي لر تولان اما سروالها اما عنبور وحكستو تولاني قشن كران لكن اي وحقاس كاهلاق حرمين رقات انتاس وحالاق حرمين شاكنا لا في لر تولان مكادي رقا نيقس مكشن كران هوس من نيقس مكشن كران مانا قشن كران قران او مفرانا مشاتي ام فرانا مكشن كران ماذا حمد دبول كران دان اي واحد والو قولي لكن يجي محقاس وح وحقه النقاب ويجي مدبول كرت قبر إحرام قوات وقف فاستين قعناه نوح ما كشان كرت أنت لباس أي قاس وين يجي حرام يكتر قبر إحرام ربطه ولذلك مشكلة أنها يصير دقن دينتي إنك لا سعر وان دقن دقن وحوتها النقاب إنك كشتان سيد أهل سعود كوكا قريش كوكا النقاب دقن وبثية حتى مرك دين غريب لكن مرك إحرام كينه فرتوه فهنا فرتها ولذلك ماها إن يتلاه إن 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 آيات عموم كه يسود لسن وقبل إني أساس صورته هاي آيات خاص كفيرة آيات كنقاب كهذا وقبلها مدينة ودبولنا جيرانية آيات عموم وعي عام خاص لقوم قاس لقوم تذكر وحقاس دوي ماذو نهي قاس دوي ماذو نهي قاس يقصص العموم كاس عموم قاس وقصصه إن عام كأقول لجنات ما أما أضي شيخ ومسير سن إسلامي يسمع عرفي يسأ وجي قبل حاس يسنا أركنا ما قبل يسأ أركن ربو وحليه ما نقول قاس نهي يا يمن قاس نهي قاس كالفرنا مركا تأويل لما الرياضين يوحب
عرف عرفك إن لا تعرف عرتاس دور جرنا وش يقدرك محي عبادي أصعد عن قفقة عبادة هو أفعال مخصوص أفعال أقوال مخصوصة هو أدل هذا عام كأو ستر يقص أرطي يو نينا أركاي نعرف إله وأكسونا حجك إن تضبط إيمانا دينتنا وكأكسون تهو أعلم منك إله نبي وكأكسون بني هذا وكهدي أرنتاس أجرته وحولي لها نقابك قبلها تهكشت عليه لها سبت له في ذي وجه له في ذي منقان إله ما أبن بحيان علماء قال فوق هذا بعد يجري إله أبن بحيان إله إنك استصان أي أيته من قف إنه كم مشكور صنع هذا قف كان حاجة جنا دم بيقوي مدي من داف إن لقته ما أهم بو إنه وح في فرصة دم في فرصة يما مع إن دم بيجي مشي ورقة يجوا دم بيجي نوقع قادرها ومشكلة وين مركا محرمات إن لك لقى ضعف يعني لكن إن لقى كل صهر مر إلا قبل إن قاب كده كده كنت هاي هذا إيه إسقرني سو دت فالحنت أنا يدينك وجنبني هذا إيه فالحنت إن قاب قاتل فالحمد لله لكن والإله يبقى قصوي دينها وجنبني وحن دين وين مركا كلا قاضو لكن مركا حتى هاي النهي مخصوصة كويلة أرد نرجع لك هذا دتك حاجة إيه رعاني على نقاب قديسة نص أكرم marka ina taweelka intida koofka intida maray in saartido oo bir dheer inta kusoo xirtido ah wax soo shirtido ah ka dhigtid marada la inay wajigaaga yataabanin ninku wajiga oo wajiga waxan qafif ka doorbino ku arko geedka milimiliga asaaratay ilaa niqaab weyn ma ahane geed oo xisaarna ayaan oo takalluf weyn nuuc mina takalluf aan ku arko dumar kan raga cadaabe culumo cadaab nuuc mina takalluf marka soo bir koofiga gashaneysa inta bir ka soo jeedinay waxay soo raarinaysa limada hadina u timid waxa دينت النبي عليه الصلاة والسلام وحصل أوجاي وسامي وقولي كره نصه نقولي كره حتى كمرك الجوعان قبلها حتى بوشان وجهك اللي كره هذا قص ديمبو محل وير وجهها فيد نص ما جديد ده ولكن نص كنا تأويل وراء السدا نصوص عام أو كنت إذا أسوق قبتي هذا قو طقن كاغيرت إن تغيرت أما رأيك راجحت لا وحن ودين وير دينت وحقو أمرت وسامي نسا النبي عليه الصلاة والسلام عنو شيء ضد قيامة عورات جفاتها لصوصارة ذاتك قيامة عوري يقو قاونا لصوصارة عايش وعدر ذاك يدمرك بس كفيرنا نكس عوري مشغولة حاسط نكس هو يجي يقول شال صوصارة قيامة ليه يا اسم الله أركع ما هي ملاس أركع مرك عبادة ذوي إلى ما اللي تقصه وذا بحى حجة وأنت صو من كل فجن عميق لقي إيماني إنه نص نبي عليه السلام قصو أرور أولي قبل ده قفاس يي مكشن كرتو ينقاب هذا إنه تأويل هذه سد وحسكوا حيرتيد تكك أنت نسأل الله السلامة والعافية نعم ولذلك قبلها ربنا سقاسوا طيب وحياه رقي دمر وحاجة المحرمات وحكم إذا نقفاء طيب إن ليس عارفيو رقي دمر اللي مش عارف كنا وح العرفة أيو ما لما رسن كرو نكى كسر أمر صدنا فيديك واجب فيديو بحنا فيديك واجب وأنا ما عندو تفيدي داس إيو وحب بحنا نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعلى قول أن الرجل نبا قالوا بكوير يا رسول الله رسولك ألو ما يلبس المحرم من ثياب محول لبسانك محرمك محرم كنك محول درع وقشان سؤال ويدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال نوشي عليه وحال لبسني نبي قال نوشي لا يلبس القميص نرطل مقيدة للجيدة معناها قميصك على الجيدة نرطل مقشان هاي ولا العماء عمائم عمامنا مضح مقحيرك ولا سراويل سروال لما قشان كان نقص سروال يوحق لكشتو طلنا ليرا مقشان كان رك نعم قميص أما شعر ده قميص أما شعر ده أما قميص عادي كده سروال وهو سروال نعم ولا البرنس إذا كوفي لما كشكر برنس كوفي ووين وضوب وين ووقت هو عربتك الشجرين نعم هذا كوفي ده موضة لنقضي مرق سيألو ببدل كوفي ده نعم ولا الخفاف قف قفنا ما كشكروا النبي عليه السلام لقاها قفك ما كشنكروا قفك محلو ديدي معنا مع العرب تطبولون قفكوا على قياس قادنا وحكستو سكسان ما كشكر نك سكسان العرب تطبولون سكسان ما كشكر كوب كوي ما كشكر أي اللي حديث كساس هو معناه إلا أحدا ندت أصحاب ضرورات قال قال لكان إلا أحد أو لا يجد أن هري نعلين كوب جدال كفر نكاهلين طيب حد كوس على نكان كوب جدال كفر إنه ما هست محوص مين يا وحنا على فلي يلبس قفين قفين هل لبسته ولكن محوص مين يا وليقطعهما هك الجوي أسفل من الكعبين عرباه جدال هك الجوي قف 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 وسيد كوبا كويو كلا وامسك سامو ماشي عربتك جويني ساسي عربت هذا لو أركو ولذلك ضد بدن هاتو حاجة لما رك قركوت مركي حاجة قاعد نحو كله كوبا هي ديار دي كرعدة إحرام كي الربع ديار دي لكن إحرام تاع الربع مرك قركوت ديار دي لكن إحرامنا إلى ميقات كي تقول بين ديار أنت جمر ميقات كاس أن شيء جاي هذا مكة كإما هذا شام كإيماني سيد هذا يمن كإيماني سيد ما لا إنه حرة أنا طافين هذا ركاس وذني مركا
nina wuxuu ku leeyahay aniga diyaaradda hoos ku soo rarta kobi ama dhalinyarada inta badan maxaan leeyahay kobaha ku istaaga le kooyaha korka ka istaag sida qofka hala gooyn lahay wey kooyaha ala wadeetid hala godaha inaad gashid gadaal ha kasoo gashanine gadaalka laab ee kor lugta ka saar marka ciribtaada banaanka ee taala afka horan waxaa kugu jiro kooyaha ka labisinta hadhow marka jidda tagtid oo boorsadaada kobaha gado waxaad kobaha gasho marka ilaa waa bedeli kartaa kobaha ixraam kusoo xirat inaad wadato shardi maaha sida dadka qaarkood dumarka dhahayo dharka kusoo ixraamta maa ku dhawaafa shardi maana ku dhawaaftay dharka aad kusoo ixraamatay waa bedeli kartaa dharkala aad ku dhawaafi kartaa ad dharka kusoo ixraamatay waxwaa la bedela naam xataa ninku waa bedeli karaa labada gocad kooba gocad kale u dhiga maana kii aan kusoo xirtay aan ku dhawaafa wax lahay ma jir marka ninkan duruufta haysato nebi wuxuu noo sheegay wuxuu leeyay ilaa ninka waxaa la lugiis ina ciribta ka faydnaadana shardi ah koba kooyi isigsaan magashaga ragaa dhahan ninkaana waxaa la yidhi marka dhib aa ku dhacayba maba helin koba ogu xishto ilaa man axadu lam yajidu ir maba helin faqiir waaba koba dacas ma garan karo ama koba saantilo gadaal ka furan ma garan karo wuxuu yidhi nabiga falyalbis qufayn qufankiisii dharka ama kooyihi wata ha labisto laakiin waliyaqtachuma asfal min kacbayn gadaal ha ka jaro waxaa kale waa la reebo walaa yalbisu yulbisan min athiyaabi dhar shay-in masahu oo taabtay sacfaraan wax carfaay rawsa dhar oo barafuun lagu bilbilane oo carfaaya inuu labisan dharka ixraamka gabadha ixraamanayso inay tiraa dharkayga waa soo shiiraya barafuuna ku carfina ma lageyla dharkaas ixraamka maya waa inaa ka dhaqdid waa barafuunka dharka nabadad go-ad inaa barafuun marisid maaha intaad ixraamanin ragga barafuun ma marsan karaa naam kilkilaha marso jirkaaga marso barafuunka laakiin dharka ha taabsiinin nabi dharkuu diiday calayhi salaatu wasalaam mar haddaa ixraamatidna adi xataa jirkaaga ma taabsiin karta laakiin intaa ixraamanin xataa dhar lama ogolo maxay dhar carfaaye waa la diiday walaa thiyaabu walaa yalbisu yulabisanin min athiyaabi dhar oo shay uu leeyahay masuhu taabtay azacfaraan waras zacfaraanka waa shayga wax carfaaye wey macnaha waraska wax carfaaye uu taaban xadiiskaas marka halkaas ayuu isagana nagu sheegay naam marka xadiiska kacbeynka hala faydo asal ah raggu ah ninkii duruuf haysato ama soo ilaabay dacaskii ama saandalihi waxaan leenaa dharka koobaha kooyaha wadatid gadaal ciribta kaga istaag si ciribtaad u muuqato naam haddii aad laakiin kabaha soo daboolan ku xiraamatid fidya lagaa rabaa ugu haddaad barafuun dharka aa marisid fidya lagaa rabaa ugu maxaa yaa waajibaadka mujbiraadina wax lagu kabaa jiro marka waa la kabaa waajibkii ayaa ka tagtay waa la kabaya naam xadiiskan u dhahaya marka masalada dhahaya isagana naam xadiis marka waxaa jira isaga dhahaya ha labisto qofka walidalika xadiiska mutlaqa iyo kalmuqayadka la isku xambaaro waa xadiiskan kale waa naam walidalika sababta loo leeyahay carafta loo diiday maxay tahay labada gocad maxaa loo qaatay waxaas oo dhan culimmadu waxay leeyihiin waxaa loo iyo gabadha maxaa niqaabka wejiga feed loo yiri maxaa gacnaha feed loo yiri asalkana waaba gabdhaha wejiga cind aljamhuur alkafu walwajhu laysa min alcawra taas waa ina ogaataan xataa bisicimra xaj ixraam ha wadata am yax waxwaran qoolka raajax waxway jamhuurka gabadha wejigeeda iyo kafeenkeeda ma aha waxay kamid tahay ilaa maa dahara minha aayaddii la yiri daharka ay kamid tahay oo gabadh waxa arkaysa cilaan gacanta marsanaysa maxaa dhaa cilaanka waxaa leeyay gacanta cawro maaha cilaan maxaa loo mariyay gacanta faraantii gashatay daaba cawro ma aha gacanta oo ilaa haddii la yiri gacantana dabool wejigana dabool marka zinadii gabadha ah oo lahayd quruxdiiyaaba u dhiiri walaa yubdiina zinatuna ayadda maha tii ahayd afaman yunasha filcilyati wahuwa khayru ilaahay inuu yiri qofkan waxaa lagu barbaariyay gabdhaha dumarka xiliya oo qurux iyo inay isqurxiyaan oo wax ilaahay dabcigooda ku abuura maantana gabdha quruxay ka hadlaysaa dabci u leedaha waay marka diinteen diin kabti maaha ziinada quruxda gabadha waala waa dawaabida loo sameeyey laakiin isqurxin lama dhihin dawaabida shareecad u samaysa daabitkaasa iyo ka gudmi gabadha laakiin wixii daabitkaasa ayaa waxaa leeyahy maya laakiin ma dhihin ziinada waa ka xaraan ma dhihin naam qul man xarama ziinata allah naam yaa xarama ziinada ilaahi subxana watacala marka ziinada sideedaba daabid ee leedaha maane muminka ilaahi subxana watacala waa jecel yahay xasun qulqul dhar malaabis qurxoon inuu gishto waxyaabaha muminka lagu amaano wa naam xadiiskan marka wuxuu leeyahay cabdullahi ibni cabaas marka sababta waxay leeyihiin sababta oo xikmadda ku jirta waxay tahay kulluha waxay kusoo koobeen alkhuruuj can idunya qofku inuu adduunyo dhaldhalaalkeeda iyo
معين قبلنا وذهب من لبسني شو إن 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 برفونك ورجع ولودي ذي الدنيا لقتها على الربع نعم الدنيا لقتها وآخر اللي جوا الربع معين لا لا بقوا أول تعت عط كان موقف كنا تاجنتها مركا وحابها الدنيا ذو صخور حين ده أنا اللي دي وح صخور حين أولتي نعم راسة حكمة يكون درسات كلها سيدو كله إن عبادة وين كذا حكي إنه وين يعني مع شعائر الله وإنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات وحمق له لي عرفات أصول نبي قطبينها وحجري من لم يجد إن كان هلين علين لبقبط وقبا قدال كفر أن هلين فليلبس قفين هاس كل بستقفين كيس وباب ضرورة الليل حديث كورون حقول لها قفين هل بست لك قدالها كقول كان قويس مشيقين مركو حافي عن الليل حديث كان مطلقة إن مقيد كل قحن بارا كاسف يعني قف قف هاس بقدالها كقوي ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم منك قو واي كورن قو واي وحلي هاي إن هل لبست سراويل مثلا ذا مرك مسألة فقه كوتست أو علماء ذا إكاد لا سيدة ضباء رقوا حاني الهداي لبس المخيط ولا قرابات سراويل ودر طولان واي حديث كانوا حلي هاي فمن لم يجد إزار نين قو أو كلف أو فرن أو واي فليلبس سراويل سرقوا جيس هكو عمره هكو إحرامته نعم إحرام كيسة هكو هكو قلق بعناها سيد لسكو أفجنا مركي إن كل أقار وحي ضروريات يوحي أصل كا أصل كا وحانيري لبس المقيد حتى مثل بكين شافعي كسوقة أنا مركز شافعي كنت أتكي صوم هذا وشافعين إن الله شيقوي لبس كم لك التلان الوحي جينا يسيس عند شافعية هدو قفكو أقشت كس عمدا فيري عمدا هدو أقشتو فعليه الفدية فدية على غربة هذو أسو أم كس أقشتي في الدية ذا سالك ربا في الدية ذا أما إن كان ناسيا أسو إحرامتي أي وحو أركي نركي ووتك استوم ذا أقول جرس نيسا أقول جرو دواف كيسو سمي عمران مبقو قبل وإلا أبابك استوم ذا نسيبه هذا فلا عليه شيء عند شافعي وأحمد إمام أحمد أيضا لا عليه شيء أما عند المالك والحنفية وحي قبان حتى نك الناسقة إلا في ديال غربة تاسان أروع قفك إنه جبر جبري سمايو وما دام أصلوالك ونكس كقطوافي أصوت أسوقين ومركم وهوتيل كي من صلاة أوجاد إنه نكس وحرنا وبسكسي من أوجاد حال ده سوكله وحال الهدوء والنسي وكجروا على غير رفعي رفع عن أمتي النسي والقطع المصومين الحديث جاها رفع عن أمتي القطع والنسيان وما استكروا عليه شافعي ذي حا حنابل ماشي سوق حنبار لكن عند المالكية حنفي حلين حتى وإن كان ناسين وعبادة مخصوصة وين حتى هدوء الله وإنه في ذي ذو بحياة قل كاس أنا في عن مركزته عبادة وين إلا وحلك سارة نينك ضرورة ذا مسألة ضرورة نينا وحيسن وحما هاست في ذي ذو بحياة كاسو قال ماذا بك شافعي قال سينا أيوة حنابل عليه أول ولم حكى وكوجر ما دام واحد بحس أجر لكن نينك وحيري كرو ولذلك في ديدا سيدة ذبو سيدة في ديدا تغيير كذا مركي لقى الله يفوق هذا أسقوق لنفسه معايا في ديدا محاوي سيدة نك وقف قد عبر فونك أم واحد نيري في ديدا في ديدا محاوي سيدة سدح سدح قرآن كوشاج وحوي إن كو محاوي صيام ثلاثة أيام نسك صدقة ونسك وصيام حديث آية قرآن كأنه جت صوما سدح مال إنه صومه أما إنه لح مسكين وحسيه أما إنه نفقله تغيير وايميا تغيير عند المالكية قبت أقال مالكية إذا أي وحق بان وحقولي الفدية في التغيير وأذكر الدورنا أما مال لهاو أما مال هلهان سد حد متكارد سمي أما سد عبر الصوم أما نفقل أما لحمسكين وحسي لكن عند الشافعية في المشهور غير كود وحق بان دمك أولى في الضرورة إنك مال هاي سنين أي تغيير ونغنيسا نك وحبو أصلك ودم معي الحديث كوا السوق هذا أنا وهيك أن هداي أشياءنا وأن كهذا يعني نسق مركب كسو هذا يعني حديث كأن مرفوع ابن عباس أها وداي من ترك نسقا فعليه دم نك نسق كتة قبة نسق توه أشياءنا وعمانا وحنان وكتري معي اللي قفوا قال إحرام نركي والله أنا اللي بيسي إن صدر سروال وجوره مز نكس وجوره أما كوفو وتو إحرام وإحرام أسمه وميقات كسو جدبي وحين أرسل مركي نو سكسيبه أنتو فعل كسمينا دونين كوفو وتو أمركم ما كسو قالوا وجهدين كوفو تكسو إحرام تكوفو تسكسيبه
ولا قرتكاس لكن نكي في عندك كوسمي طواف كوسمي وح كوسمي حلي أصل كوحاء دم نفقل ولذلك أنت تذكر يورو كيمت بدنا أنا مركب مذهب كحنبلية أي حقوق بقى صغنا إن تغيير إيته نكي لح مسكين أنت تذكر بيح الأضاع وردت كده لح مسكين معه تد من حاجر يورو كيمة والعكس كها صديق فير إلهي قربة اللي قلنا وأنا أوفع ليكنا قادست هذا وحيزت نفقل نفقل كاس أول قوام حيالي نفق أقى شيء وحواي ضد مساكين بدنا كفائين أهل مكة لو قالها طبعا ضد كما كجوا مساكين فقراء مكة وحوين وين في ذي لكن إنك مسكين كأدت كين أو أهل سنة كور نفق قال كرين قف كنا كدعي وحال لي مسك لح سدح بريسك صون هذه سدح بريس صون صون كأول فقير كله عاف ما أتقبع صار ما الله أن لا هاي سمعنا عاف ما تكتب في عيني كفقير ك فقراء وحك عاف ما تفي عم الملاط مع إنك مالك لها جرين مين مال قمي وأرد سقر وقبا وحال لي أصل مالك يجوا حك عنو كريم وحال لي مال يا كبطي مقايض وتقول لي ملح على إلالي وسكرت على إلالي مال ولي ما تنعطوا حعونا لكن كم بقى حتى وعونا فقيرك إلهي عف بعد الزيادة وح وحك سو قارو عونا مرك إلهي دتك أسكوب بدل بعضكم لبعض واي نك مالك قارن مالك سلك حرمه ما تنعوا حلي وحاسم عونو كرو حاسم عونو مرك كان إلهي وحك سو في الزنا مرك كانوا عليه إسكسون ستعب بالإسكسون لكن كانوا على ليه دمك أقول هذا وح ستدب ديك بش ديك وحسين الماء ديك إلهي درت جودي ياري نصب قل إن صلاتي ومحيا نصك يسوما نصك وحكو جرى صلاتي يالله الحريري وحقورع وإنا حقا قورع مركو عمرك هاي ستدي قفك على حرمك إحرامك إلهي المال قزي ديك بحي لكن فطوين كان أو درت مساكين لو فطوونا نقول افتداء تلاهي أمنا يجي لا شيء عليه بعد مرات وحلي لا شيء عليك وحب ملح أدوان شقنا داي ماذا يكون عند شافعي وحنابلة ذا قول كاسا دتك مقاطع خصوصا حج ملكا جوغنا كنت بدو حنا بلده ايا بدتك انا نقاطان ملكا فير حجك نكسر ملكا رب انه فيريو اما علماء يا جوكتو سعوديين ومالها لو ويدينا سؤالها لو ويديو ماذا بحنبلي لو فطونا اصلا ماذا بحنبلي اللي كاسو وحكو صبرت ملكا ان كان اما كتبك اغنيسا الحج والعمرة دي العمرة كله حنا بلوا مرسا حنا بلده لدتك انه يكون سعودان ما قامتك صومالي وكي ماذا وشيقين تعلم ماذا ومنهاج إلى صعودان كواسا ما شاء الله فايدة بضن حيا لفقه وضع شافعي صومالي كي مدين علم ماذا ومنهاج أخر جرتي فقه أيا لصعوته فطول سوي جسنا لكن مشكلة هو مرمر قاركوت شيقي ومقال هذا صرت لدقن عمارة لدقن أو ليمد وفقه يقين مويدنا يكون سعودي يصور صنع مركز ورن قدعا ويديستش علم ماذا ويديست واحد كواسا الحج كني صحايا حج كودنا وصحة وما لين كسعودي كنو صحيح كلي ما هاي مسألة خلافة أجره وصانت أنش سانك شاكين إنه قلنا مسألة سلامة العاب ولذلك مسألة داس وأساسه كان إنه جبر رواه حق النسيان كي حق راح نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر يا أصلا حديث كان لقصه وريي أو حليه هاي أن تلبية الرسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية نبي لبيك تقول هجر تنوي لبيك أنا لقاضي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نعم إلهي أحليه لبيك اللهم وعدتك لو فصرا في عدتك حاجك مركي جوكان وأسك قاضا يعني لك مركي معناه لو فصرا وقرى هاي سنة يعني وعليه لبيك اللهم لبيك إلهي إجابة بعد أجيبة محايا الأذيق يا أنا أمرتي حاجك إنا حاجي إنه ركن كاركتي أنا قنوا كو أجيبني شاسو معناه لبيك أذا كو أجيبني مات لبيك وحان كو أجيبني لا شريك لك وحل لغو شرك لغو برح ملا لبيك إجابة أنا كو أجيبني وعد كلا أنك قد جيسنيني أنا دين والله بالله هبلا أنا أمر إيه بقرك إسي حتى ما ويري هبلا إيري معه وأصغى إسكال إلهي سبحانه وتعالى إلهي أصغى أجيب أصغى كو كرتي ولذلك سؤال هذا وحي لها نك نازل كل عين بحجك ما بآذب نك إلهي نازل مقلي نك حجك آذب معناه لبيك تدب صعوته ساسو معنى هذا لبيك هذا كو أجيب إجابة بعد إجابة طبعا. لا شريك لك واحد لقو برحايو وقالوا الأجيبة مجرم إن الحمد ما هدا وإن الحج كان إماده إيو نعمة نعمة أن كجرو لنعمة وحج قفك قدنا لك هذا يكون سقنا تخفك لو كل وذاك تملا إبلا العكت يسود ديبي دولة هولا وفد يا أهي وزير كصور رعي ملا إن الحمد ونعمة لك إله لا لا ساسو معنى هذا مرك ماشي أسوح أسكب برح تريسا عد كستو أبالك حاجك وكوك شايك كستمال آه إلهي تسوي والملك ملكي قنا أذا أسكاله لك أذو قصونا لا شريك لك وحلقو شرقنا يمال تسوي كان عبد الله بن عمر وحليجر يريد فيها وحليجر لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك
والرغباء اليك والعمل اساس يجري ابن عبد الله اساس ابن عمر اقو نبي قره راجل جدي وحو جرى لبيك ادك اجل لبيك وسعديك نعم ولا خير خير كان بيديك وكجرى خير كان انت هذا كجرى اليه والرغباء انك وحرب اليك والعمل عمل كان هذا اسكله مركتاس اي اساس اي يجرى لي نعم 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 هذا مركه حوايا لي عمل كان وحال جدا محذوف كان كجرى وحكس عمل اليه لو دو اساس نعم حديث كان مركب الشيق وحو قال لي حديث عصب وكان لايو إحرام محرم قبل ما سافري كرتا حاجك ما هذه كرتا أيضو إحرام نين محرم عن وذنين محرم عن وذنين أما ولا الكيد أما الوضع هذا حاجك إذا أدي حاج إذا محرم الآن حاجك إذا أقبل مية مسألة ذا سوك هذا يا كاسوك سوك وين أسبوع وكلا آخر من سبحانك الله وبحمدك وشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.